طيب، مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هنتكلم عنها كتير النهاردة، هنتكلم كثيرا عن هذه المواجهة عشان خلصنا خلاص دوري أبطال أوروبا، خلصنا مننا محمد صلاح، نركز مع نادينا المصري الأهلي اللي هيمثلنا إن شاء الله في نهائي دوري أبطال أفريقيا. نطمن على الأهلي، نطمن على وضع البعثة، نطمن على الجماهير المصرية هناك مع سفيرنا العزيز ياسر عثمان سفير مصر في المغرب. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. سيد سفير صباح الخير. اي فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، مشرف ومنور. بالتاكيد نحب نطمن، محتاجين نطمن من حضرتك طبعا على حال بعثه النادي الاهلي في المغرب، حال ووضع الجماهير المصريه، اعداد الجماهير المصريه اللي وصلت الى المغرب، الظروف كلها قبل هذه المواجهه الكبيره ان شاء الله يوم الاثنين القادم. وحضرتك النهارده وصلت اول مجموعه من المشجعين المصريين النهارده، يعني تقدر تقريبا بحوالي 300 فرد. الحمد لله الاليه اللي تم وضعها مع الجانب المغربي يعني كانت ناجحه النهارده. كل المجموعه اخذت التاشيرات في المطار واستلمت التذاكر بتاعتها، تاشيرات مجانيه، تذاكر المباراه مجانيه، كانت الاتوبيسات مستنياها وراحت على الاوتيلات بتاعتها، وبالتالي دي المجموعه اللي هي حددت اكثر من 5 ايام في المغرب لما بعد المباراه. وبالتالي الحمد لله النهارده كانت تجربه ناجحه تماما. طبعا لان يوم الاثنين هو هيكون العدد الاكبر من الجماهير اللي جايه، اللي هي الجماهير اليوم الواحد اللي هتيجي الصبح وتمشي بعد المباراه ان شاء الله. عظيم. هما الجماهير اللي بتوصل دي بتاخد التاشيره وبتاخد تذكره المباراه من المطار وبشكل مجاني، انا كده فهمت صح؟ صحيح. يعني الجانب المغربي احنا متفقين معاه بصراحه، هو مقدم كل التسهيلات. هناك مكتب مخصص للجماهير المصريه تاخد فيه الفيزا طبقا للقوائم اللي النادي الاهلي ارسلها لينا، وهناك ايضا مكتب عليه شعار النادي الاهلي وعلامه النادي الاهلي بيستلموا منه تذكره المباراه ايضا مجانا. هايل جدا. طيب، هل متوقع اعداد اخرى جايه غير 300 اللي جم؟ هل متوقع اعداد اكبر؟ هل حضرتك عندك رقم متوسط ممكن يوصل الى المغرب من الجماهير المصريه، ولا الحاجات دي مش معلنه؟ لا، يعني بكره هيبقى في عدد صغير جاي، ده المتاح لينا اقل من 50. يوم الاثنين هيبقى في اعتقد طياره او طيارتين بالكامل اللي هم مشجعين اليوم الواحد، بس احنا بنعتمد طبعا بالاساس على الجاليه بتاعتنا الجميله اللي في المغرب. وان شاء الله النهارده اتفتح منفذ لبيع التذاكر للجاليه المصريه، برضو التذاكر برضو مجانيه طبعا، يشرف عليها الاهلي طبعا ومجلس اداره الاهلي، وبكره هيبقى في منفذ ثاني ويوم المباراه الصبح ايضا هيبقى في منفذ برضو لبيع التذاكر مجانيه للجاليه المصريه في المغرب. طيب، عظيم جدا. الجاليه المصريه ان شاء الله اللي في المغرب يقدر عددها، او اللي هيروحوا المباراه يقدر عددهم بكام تقريبا يا فندم؟ لا، يعني الجاليه المصريه في المغرب حوالي 10,000 يعني، فنامل ان جزء كبير منهم ان شاء الله باذن الله يروح النادي الاهلي. طبعا بينشر على الصفحه بتاعته، بيعمل مجهوده وبيعمل يعني دعايه وسط الجاليه عشان ان شاء الله تشارك، واحنا كمان بنساعد في الموضوع ده. طيب، الوضع بالنسبه للاهلي، الاهلي الفريق، هل الامور كلها ميسره؟ هل الامور كلها سليمه؟ هل كان في اي طلبات من بعثه النادي الاهلي؟ هل كان في اي تحفظات من بعثه النادي الاهلي، ولا الامور كلها ماشيه بشكل سليم؟ لا، يعني الامور كلها كويس، يعني دلوقتي كل يوم في تمرين على الملاعب الفرعيه. النهارده كان التمرين الثالث، بكره ان شاء الله هيبقى في تمرين على الملعب الرئيسي للمباراه. كل طلبات البعثه مجابه، البعثه النادي الاهلي راحت امبارح شافت الملعب المباراه، كان ليها بعض الملاحظات على مكان الجلوس وكده، تم الاستجابه، كان الكاف طبعا هو اللي تولى هذا الموضوع يعني. فما اعتقدش انه في مشكله. الكلام دلوقتي طبعا والتركيز على موضوع التامين، التامين بتاع البعثه تامين كامل، بنتكلم على تامين الجماهير في الملعب، هناك مدرج طبعا مخصص للجماهير مؤمن بالكامل، مداخل خاصه للجماهير، وده اللي احنا مركزين عليه دلوقتي. سفيرنا المصري ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات.